من دولة عربية سنقاتل جميعا وسنعمل يد بيد على مسيرة هذا المهرجان. وكما قلت لسعادة الدكتور في مستهل إطلاقة هذا المهرجان، لا يمكن لنا أن نستمر دون أن تكون أنفاسكم هي النفط الذي نعتمد عليه. لا يمكن لهذا المهرجان أن نحقق من خلاله انتصارات وامتيازات اتجاه القضايا التنموية المجتمعية إلا إذا شاركتمونا وكنتم الطاقة الحقيقية التي ننطلق من خلالها لإرساء معالم هذا المهرجان إلى موانئ النجاح وموانئ الإنجاز، لنضيف شيئا ما إلى هذا المجتمع الذي نحبه، المجتمع المغربي والمجتمع العربي بكل شمولياته. اليوم أيها الأخوة والأحبة، ونحن نشارك جميعا في هذه اللحظة التاريخية من عمر الدورة الثالثة في هذا المهرجان، أقول وبكل فخر واعتزاز، وأنا الذي ساهمت مع زملائي وأخواني في انطلاقة الدورات السابقة وهذه الدورة، أن يوم تجليات الاتفاقية التي وقعناها مع إدارة المهرجان، مع الأستاذة الإعلامية الفاضلة رجاء الشرقاوي، ما بين مؤسسة الرابطة الثقافية الوطنية الفلسطينية بدولة فلسطين، وما بين أيضا جمعية هذا المهرجان للأفلام الوثائقية والروائية، قد جاءت وأتت بأكلها الثمين الجيد الذي نسعى إليه، ويكفينا في ذلك حضور ومشاركة سعادة السفير دولة فلسطين لنا، لنبارك الخطوات الأولى في انطلاق هذا المهرجان نحو آفاق وفضاءات ثقافية متجددة، ونجدد العهد أن فلسطين، كل فلسطين وكل أطياف فلسطين ستظل حاضرة بأفلامها وشخوصها ورموزها وسينمائيوها في هذا المهرجان وفي كل المهرجانات المقبلة. وهذا الوعد المغاربي الذي أعطاني إياه إخواني، سواء بحضوري أو مماتي، سواء بوجودي أو عدم وجودي، ستظل فلسطين عنوانا لهذا المهرجان، وأن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ولا غيرها عاصمة أبدية. أيها الأحبة، أيها الأصدقاء، أيها الرفاق، كما وضعنا هنا بصمة في مسيرة هذا المهرجان بكل محبة مع الأستاذ رجاء الشرقاوي، وبكل محبة واعتزاز مع الأستاذ أمال حميد محمد الذي رحب بنا، وأيضا سعادة الدكتور رشيد شكين الذين جعلوا لفلسطين مكانتهن في هذا المهرجان. نجحنا أيضا في وضع بصمات فلسطينية أخرى مع جهات مهرجانية مغربية أخرى في أماكن مختلفة، وأذكر بكل تأكيد إن شاء الله وبإذن الله ستنطلق احتفالية دولة فلسطين بعد شهر من هذا التاريخ في زاكورا في الجنوب، وستكون فلسطين هي شرف المهرجان في زاكورا، رغم أن الأخوة في زاكورا كانت الدورات الأولى التي أقيمت سينمائيا على شرف دولة فلسطين، ولكنني رجوتهم أننا نمر كما قال سعادة السفير في منعطف تاريخي صعب، وعلينا أن نكثف النضال والنظر أكثر وأكثر مع المؤمنين من إخواننا العرب بعدالة قضيتها، ولأن مهرجان زاكورا مهرجان وطني إفريقي عربي دولي يجمع من مختلف القارات عروض سينمائية كثيرة. فقررنا في 28 من شهر نوفمبر مع الأستاذ عزيز الناصر في زاكورا أن تكون فلسطين للمرة الثانية، وهذا حدث لا يتكرر، أن تكون فلسطين هي شرف المهرجان، وأن رئاسة التكتيم تذهب إلى فلسطين، وأن رئاسة المنتدى العلمي لدولة فلسطين، وكأنني أرى أن فلسطين هي التي تنظم هذا المهرجان. هذا شيء شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب.
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.